نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً حول نجاح مصر في تحقيق خفض متتال لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلة التضخم، وذلك بالرغم من أزمة فيروس كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية خلال العام المالي الماضي مقابل 2016-2017. كما كشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاما بفضل السيطرة على أسعار الغذاء.